وينضم أيضا إلينا عبر الهاتف الأستاذ مراد الغارتي، رئيس منظمة تمكين للتنمية. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. مساء الخير يا مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ مراد. ما هو دور المنظمات المحلية والدولية في اليمن لكشف جرائم الميليشيات الحوثية؟ بداية دعنا نشير إلى الانتهاكات أو الممارسات التي تعرضت لها المنظمات المحلية من قبل ميليشيات الحوثي منذ انقلابها. أغلقت الكثير من المنظمات، منعت الكثير منها أو منعت تجديد تراخيص الكثير منها، اعتقلت الكثير من مدراء هذه المنظمات والناشطين، صادرت كثير من الأموال، ومؤخرا ما يتعلق مثلا أو خلال الخمس سنوات أو ست سنوات من انقلاب الميليشيا صادرت كثير من الأموال التابعة لهذه المنظمات، وبالتالي قوضت دور هذه المنظمات أو أوقفت دورها أو نشاطها في هذا المجال، سواء في المجال الحقوقي أو في المجال الإنساني أو في المجال التنموي. الآن كل المنظمات تحاول طبعا أن تعود إلى نشاطها. بالطبع هناك الكثير من المنظمات التي تحولت نشاطها من الجانب الحقوقي والتنموي إلى الجانب الإنساني والإغاثي، ولكن هناك مجموعة من المنظمات لنقل بعضها مستقطب لدى بعض الأطراف، ولكن هناك عدد منها كبير من المنظمات المستقلة التي ترفع أو تقوم بعمليات الرفض والتوثيق وإصدار التقارير والرفض بها إلى المنظمات الدولية أو إلى الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وهناك أيضا الكثير من المتابعات التي تتم مع مكتب المبعوث الأممي بخصوص بعض القضايا والملفات، ومنها ملف الأسرى والمعتقلين، الملف الإنساني الذي كان في إطار اتفاق ستوكهولم، كثير من هذه القضايا، وبالإضافة إلى قضايا أخرى ربما تندرج في الإطار التنموي والإطار بإطار بناء الدولة أو إطار الحوار وما إلى ذلك. نعم أستاذ مراد، يعني من الواضح جدا، أصبح يعني الموضوع واضح أمام الجميع، هناك تواطؤ يعني مع الميليشيات الحوثية من قبل الأمم المتحدة. يعني ما هو دوركم أنتم كمنظمات أمام هذا التواطؤ؟ يعني هل لكم رأي، هل لكم يعني قوة لإيقاف الأمم المتحدة أو إيصال رسالة إليهم بأن الشعب اليمني أصبح واعي وفاهم بأن التواطؤ يعني أصبح واضح للجميع؟ الميليشيات الحوثية تقوم بقصف المدنيين وتقوم بالهجوم والتسللات والانتهاكات، ولا يوجد أي يعني صوت لدى الأمم المتحدة ضد هذه الميليشيات، بينما لو الحكومة الشرعية تحركت مجرد تحرك بسيط لتحرير بعض المناطق سواء في الحديدة أو في مارب أو في أي منطقة، يقوم المبعوث الأممي بحملة مكوكية ويدعو بأن هذه حملة سلام، وذلك لإنقاذ الميليشيات الحوثية من الهزائم التي تتلقاها. ما هو دوركم أنتم كمنظمات؟ دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، مثلا في موضوع مارب ومقارنة بموضوع الحديدة كما حصل في المرة السابقة وهذه المرة، حتى تواصلنا مع المبعوث في هذه النقطة قال الموضوع هو ليس بيدي، إنما الموضوع هو أمام المجتمع الدولي، هو الذي يقرر ويحرك هذه المسائل، وخاصة في مجلس الأمن. ولكن في حقيقة الأمر أن المبعوث الأممي حاول طبعا التواطؤ أو المهادنة ميليشيات الحوثي من أجل الاستمرار في عمله، ونحن نكرر هذا الكلام ونقوله مرارا وتكرارا. بينما المجتمع الدولي في حقيقة الأمر لا يستمع إلا لتقارير المبعوث الأممي وتقارير المكاتب القطرية اللي موجودة في اليمن التابعة للأمم المتحدة وأيضا السفارات الموجودة. طبعا هناك مسار آخر يتعلق برفع صوت الداخل أو صوت اليمنيين، سواء عبر المنظمات أو عبر الناشطين أو عبر الفاعلين الدوليين الفاعلين في على المستوى الدولي. والنقطة الثالثة تتعلق بمسألة تجميع المعلومات ودقتها، وهذا أيضا نواجه فيه صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات، خاصة المعلومات اللي في مناطق من سيطرة ميليشيات الحوثي، ولكن في مناطق الشرعية المعلومات تكاد تكون متوفرة بشكل كامل. هذه كل هذه المسائل تشكل تحديات بالنسبة للمنظمات الحقوقية أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل بالطبع هناك ربما نستطيع القول بأن هناك قصور في الحراك الدبلوماسي من قبل الحكومة الشرعية. لدينا الكثير من السفارات والممثلين الدبلوماسيين في عدد من الدول وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، لكن العمل فيها يتم بشكل موسمي، وهذا
وهذه واحدة من العيوب التي تعاني منها الحكومة الشرعية، ونحتاج إلى استمرار العملية بشكل كامل وليس بشكل موسمي أو عندما يكون هناك أحداث. عندما تتحرك أثناء الأحداث كل الأطراف تتحرك، وبالتالي يكون هناك صعوبة في التعامل مع هذا الموضوع. نحتاج إلى تحركات جادة ومستمرة ومكثفة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والوضع الحقوقي، وأيضا في مسألة مسار السلام. هو المبعوث الأممي حتى في تحركاته وأنشطته التي يقوم بها مع المرأة أو يقوم بها مع الشباب في محاولة كما قلنا الاستمرار مهمته، أنه يؤدي دور وأنه يؤدي أنشطة، وأنه هو يصرح أيضا يقول أنا مهمتي تيسير وتقريب وجهات النظر وليس فرض وجهات النظر على الأطراف، بينما طبعا هناك أشياء في الكواليس تدور لا أحد يعلم بها بين المبعوث الأممي والأطراف النزاع، نقول أطراف النزاع في اليمن بما في ذلك ميليشيات الحوثي. وميليشيات الحوثي بالطبع تدرك هذا الموضوع بأنها إذا في حالة أنه رفضت التعامل مع المبعوث الأممي ستنتهي مهمته، وهو حريص على أن لا تصل ميليشيا الحوثي إلى هذه النقطة. نعم أستاذ مراد، هناك أخبار تصلنا يعني بأن المنظمات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يعني مسيطر عليها تماما من قبل الميليشيات الحوثية حتى الدولية، منها يعني هناك قيادات حوثية موجودة ومتغلغلة داخل المنظمات، لذلك نجد بأن هناك ترهيب لهذه المنظمات من قبل هذه القيادات، وكذلك يعني عدم قدرة هذه المنظمات على كشف الجرائم التي تقوم بها الميليشيات الحوثية للأمم المتحدة. ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ بالضبط بالضبط، هذا الكلام صحيح، وليس هذا فقط، وإنما هناك اعتقالات تتم لكثير من الموظفين المحليين أو اليمنيين الموجودين في هذه المنظمات من غير الموالين لميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى هناك ترهيب يتم للموظفين الدوليين المتواجدين في هذه المكاتب في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى طرق أو الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي مثلا من حصر الأموال والدخول إلى المكاتب والتحكم بالاجتماعات وورش العمل، مراقبة الاتصالات لأنها زرعت يعني تنصت وكاميرات في تلك المكاتب وحتى في السيارات التي تتنقل بها موظفي الأمم المتحدة داخل المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي هي تتحكم أو تحكم سيطرتها على كل هذه الممارسات والعمليات. النقطة الأخرى أو الاتجاه الآخر يتعلق بمسألة مثلا توزيع المساعدات، لنقول لا يتم توزيع المساعدات إلا بشركاء محليين. الشركاء المحليين من هم؟ المنظمات المحلية التي تتبع ميليشيات الحوثي أو التي تسيطر عليها المجلس الأعلى للشؤون تنسيق الشؤون الإنسانية. في المنظمات الحقوقية بالطبع هناك لوبي داخل صنعاء هو الذي يرسل التقارير والرسائل إلى مكاتب هذه المنظمات داخل اليمن. هناك لوبي آخر يتحرك خارج اليمن مثلا في أوروبا وفي دول أخرى وتدعمهم في هذا، في اللوبي الخارجي تدعمهم إيران وتدعمهم جماعة حزب الله والمنظمات التابعة لهم الموجودة والأشخاص أيضا الناشطين الموجودون في خارج اليمن حتى بالأموال وليس فقط بالتغطية أو بالغطاء القانوني أو بالغطاء الدعم العادي يعني بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. بالتالي هناك يعني تحركات من قبل الميليشيات الحوثي بالمقابل أمام الحكومة الشرعية والمنظمات التي تحاول أن تحافظ على الشرعية أو المنظمات المستقلة لا تستطيع الحصول على الدعم أو الوصول أو تشكيل مثل هذا اللوبي الموازي لما تقوم به ميليشيات الحوثي، ولهذا نجد هناك قصور في التعامل مع القضايا الحقوقية والقضايا الإنسانية أمام المجتمع الدولي بسبب هذا يعني نقول ضعف الدعم وضعف التسهيلات التي يعني نحن نتحدث مثلا عن بعض المنظمات التي لم تستطع الحصول على تجديد للترخيص، منظمات حقوقية وإنسان لا تستطيع الحصول على ترخيص من قبل الوزارة المعنية وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الشرعية. فكيف يمكن لها أن تستمر في عملها أو تمارس عملها بشكل قوي إذا كانت هي تدخل في تحديات وصراعات مع الحكومة الشرعية لأسباب إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها بشكل سهل. نعم، إذن أعزائي المشاهدين الكرام كان معنا عبر الهاتف الأستاذ مراد الغارتي رئيس منظمة تمكين للتنمية، شكرا جزيلا لك.